بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تناولنا في المرات السابقة بعض الموضوعات من كتاب عظمة القرآن. كما ذكرنا أن هذا الكتاب بحث متوسع في مظاهر عظمة القرآن وحقوق القرآن على المسلمين وطرق استفادة المسلمين من القرآن، وفيه جوانب تصلح لمخاطبة غير المسلمين في بيان عظمة القرآن ركزنا عليها أكثر. ولكن هو إحدى القضايا المتعلقة بالقرآن والتي يكثر الكلام حولها في هذه الأزمنة، وهي ما يعرف بالإعجاز العلمي في القرآن، مسها مسا خفيفا في عدة مواطن دون أن يفرد لها بحث. نحن اليوم إن شاء الله نستكمل هذا الجزء من رسالة أخرى أيضا طيبة بعنوان إعجاز القرآن للدكتور أمير عبد العزيز. في رسائل كثيرة تحمل اسم إعجاز القرآن، هذه الرسالة إحدى الرسائل الجيدة في هذا الباب، وتناول فيها موضوع الإعجاز العلمي في كتب متخصصة في الإعجاز العلمي. وإن كان الموضوع يعني كما سنتبين تكفي فيه الإشارة. أولا، كلمة إعجاز هي الكلمة الأكثر شيوعا عند المصنفين في هذا الباب قديما وحديثا، وذلك لأن الأنبياء أتوا بآيات تدل على صدقه، ولم يرد وصف الآية بأنها معجزة في نصوص الشرع، وإنما لما بدأ المصنفون يصنفون وبدأوا يقولوا أن آيات الرسل ماذا كان يستفاد منها، أن الرسل كانوا يتحدون أقوامهم عندما يأتون إلى الأقوام فيخبرونهم بأنهم رسل من عند الله فيكذبهم الرسل فيأتون بهذه الآيات ثم يتحدون هؤلاء المكذبين. إن كان هذا ليس بتأييد من عند الله فإذا أنتم تطيقون مثله، فهل تطيقون مثله؟ فتكون النتيجة أن يعجز الناس عن الإتيان بمثل آيات الرسل، فيكون هذا العجز هو الحجة في الآية التي أتى بها الرسل. وكان هذا في معجزات الرسل الحسية، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأعطي المعجزات الحسية وأعطي القرآن. وبنفس الوتيرة قيل لهم هذا لا يشبه كلام البشر، فإن زعمتم أنه يشبه كلام البشر فلتأتوا بمثله أو لتأتوا بعشر سور من مثله أو لتأتوا بسورة من مثله. فإذا عجزتم عن ذلك لزماكم الإقرار بأنه ليس من جنس كلام البشر، فعجز الناس فصار كأن معنى الكلام أن القرآن أعجز الناس أن يأتوا بمثله، فقالوا إعجاز القرآن.
على وتيرة نفس الكلام اللي قالوه في معجزات الرسل، في آيات الرسل التي أعجزت الخليقة أن يأتوا بمثلها، قال والقرآن أعجز الخليقة أن يأتوا بمثله، فهو قد أعجز الناس، فصار وصف الإعجاز ينسب إلى القرآن. يقال إعجاز القرآن أي إعجاز للناس أن يأتوا بمثله، ده تتمة الكلام. فمن أين أتى هذا الإعجاز؟ الأستاذ محمود شاكر سبق أن احنا نقلنا عنه له كتاب رائع جدا اسمه مداخل إلى إعجاز القرآن. أولا بيحكي قصة اشتقاق لفظ الإعجاز والكلام اللي احنا ذكرنا ملخصه. الأمر الثاني بيحكي معركة كتاب الشعر الجاهلي وكيف أنها أثرت عليه، مع أنه يعني تربى في بيت علم، ومع ذلك لما دخل الجامعة وهزوا هذه الشبهات، وكيف أن نتيجة لذلك أنه جعل أحد موضوعات حياته أنه يبرز إعجاز القرآن. وكما أشرنا قبل ذلك لعل أن اللي تولى اللي كان في الصف الأول في المعركة كان مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، وخرج محمود شاكر بعد ذلك ليكون من الشباب المدعمين له في هذه المعركة. كتاب بيحكي أجزاء من القديم والحديث، الإلمام بها مفيد لتصور طبيعة المعركة القديمة والحديث. على أية حال أستاذ محمود شاكر يقول إن القرآن كسائر آيات الرسل أبلس الخلق أمامه، حاجة ما أول ما سمعوه لم يملكوا إلا إن هم يقروا بإن ده شيء مختلف. من أين جاء هذا الأمر؟ إذن مع إن الكلام ده كان على بضع آيات من سورة اقرأ في أول ما نزل القرآن، يبقى لابد يكون القرآن معجز في نظمه، وإن ده التحدي الأول كان من جهة النظم. أولا لأن الآيات اللي نزلت كانش فيها أخبار، احنا بنقول من ضمن، صار بقى كل حاجة يقول لك إعجاز القرآن في أخباره، لأنه بمعنى من ضمن آيات، كأن التعبير الأدق إن من ضمن أدلة صدق القرآن وأنه من عند الله أخباره الماضية وأخباره المستقبلة التي وقعت كما أخبر. يقول لك إذن هذا ما دام دليل بيؤيد يدل أنه من عند الله، فهذا يدل أن عجز الخليقة عن أن تفعل ذلك، إن كان ده القضية. فقال إن كل الجوانب الأخرى ديت كانتش ظاهرة بقدر ما كان ظاهر النظم. لكن باختصار، مع أن النظم كان له عامل كبير وهو أحد أبرز جوانب إعجاز القرآن، والنظم يدركه العربي ويدرك غير العربي شيئا منه، كما ذكرنا إن بعض من أسلم وبعض من لم يسلم اعترفوا بأنهم سمعوا القرآن وهم مش فاهمينه، فشعروا بأنه شيء مختلف، لأن الأصوات يعني لها إدراك قبل المعاني، هو بيدرك إن ده نظم، لا هو الشعر ولا هو النثر، مع إنه كلام مسترسل طويل، ولكن النظم، ونعني بالنظم الألفاظ والجمل وأداء وكيف دلت على المعاني بأوجز عبارة وألطفها. وده الموضوع اللي فيه معظم المؤلفات القديمة وبعض المؤلفات الحديثة. وبعض المؤلفات القديمة لما وجدت ان الناس اللي بيتكلموا في الموضوع اعاجم او اشبه بالاعاجم، يعني مش اضطروا يعملوا لهم علم البلاغة، واضطروا يقعد يقول له التذوق دي وتذوق دي،
وعملوا اصطلاحات وسموا دي استعارة ودي كناية ودي كذا، وإن كان البعض رجع تاني بيقول، نقول للناس بص في العبارة وتأمل فيها وانظر إلى المعنى الذي ورثته في نفسك، وشوف مدى تمكن المعنى من النفس بالعبارة دي وبدائلها، واشتعل الرأس شيبا، وشوف مدى التمكن في الدلالة على الكبر اللي كان مطلوب بالوصول أنه يصل للسامع، وحط كل البدائل الأخرى وأنت تدرك أن هذه الكلمة بلا اصطلاحات، أن هذه الجملة مع اختصارها أفادت المعنى متمكن في النفس أكثر من أي بديل آخر، فده الإعجاز من حيث النظر. أما من حيث المعنى فالباب واسع، قلنا التشريع الكامل الشامل، الإعجاز التربوي مثلا بعض يتكلم على ذلك، الكلام على الأخبار والأخبار الماضية ووجه صحتها ومقارنتها بمصادر الأخبار الأخرى اللي كانت متاحة في ذلك الزمان، تكلمنا على شيء من ذلك، الأخبار المستقبلية وتحققها وهكذا. ومن هذه الأبواب ما يسمونه بالإعجاز العلمي في القرآن، وهذا أمر استجد في العصور المتأخرة بعدما قطع العلم الدنيوي شوطا في كثير من الأبواب، وجدنا أن القرآن تضمن إشارات إلى هذه المعاني، وهذا من أدلة صدقه. الناس يقولون في أمثلتهم الدارجة الكذب ملوش رجلين، فاللي بيجي يكذب، لو إن واحد من البشر كتب كتاب ونسبه إلى نفسه واستعمل المعارف اللي موجودة في هذا الزمان، يفضل ممكن يفضل الكتاب له قيمة عالية جدا رغم انه معظم كلامه صار غير حقيقي او غير دقيق على الاقل. يقال ان هذا الرجل بذل مجهود وذل المعارف وكذا وكذا. اما انه يكتب كتاب وينسبه الى الله تبارك وتعالى مع انه من عقيدته وعقيدة غيره وعقيدة العقلاء ان الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لابد انه يتأثر بمعارف زمانه بدون ما يبقى قاصد، هو كبشر محدود العلم هو بيكتب غصب عنه متأثر بمعارف هذا الزمان. ضربنا مثال قبل كده، كاتب التوراة بدله انه يعني يعمل ان يعقوب عليه السلام يعني يجيد الخداع، قلنا دي ده الشيء مقصود في الايه في عند كتبة التوراة. فمن ضمن معارف هذا الزمان ان الام ما تتمناه في مرحلة الحمل يؤثر على الجنين، فبلغ هو في ذلك أعلى درجة أنه تصور أنه مجرد أن العنز الحامل لو رأت عيدان مخططة ممكن تطلع ماعز مخططة، ولو رأت عيدان منقطة تطلع ماعز منقطة، والكلام ده راج نتيجة معارف ذلك الزمان. فاصطدام هذا الكلام بحقيقة علمية بعد ذلك يدل على أنه كذب. وبالعكس، إن مستحيل يبقى فيه رجل يكذب والكذبة تقعد سنة واثنين وثلاثة وعشرة وألف وألف وخمسمية ولا تصطدم لا بأخبار ولا بأشياء استجدت، فضلا أنها مش مجرد أنها لا تصطدم، ده تكون موافقة، ودي أعلى من الإيه؟ من الاصطدام. ف
فهو ده باب الإعجاز العلمي، إن في حقائق أمور كلام عن أمور موجودة كان الناس محتاجينها، وإلا ما كانش ينفع كتاب هداية يكلم الناس عن أمور هيبقى فيه طيارات وهيبقى فيه صواريخ وهيبقى. وإن كان مثلا قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، ده ما فيش حد يجي في ذهنه وهو لو هو بشر بيتكلم ويتكلم على الخيل والدواب وبعدين يقول لا ده في مخلوقات هتيجي. وبينما بالفعل، لان كل اي شيء بيصنعه الانسان هو ايه؟ مخلوق، والله خلقكم وما تعملون. بالفعل استجد امور في نفس اغراض هذه الدواب وجت. ولكن هقول هذه قد اشاره من بدرجه ما من درجات الاشاره، اشاره، بل ان الاشاره في الحديث كانت اعلى شويه. قول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون دواب للشياطين، الدابة تحمل الثلاثة والأربعة يركبها الفرد. وهذا حدث، ان فيه الآن سيارات، وانه ممكن يوجد انسان، وده بيحصل برضه، يجد من يتعين عليه حمله. لا يجب على الإنسان أنه هو يحمل الناس معه إلا في أحوال، يستحب في أحوال ويجب في أحوال، وبتيجي في أحوال يكون يجب أن يحمل الناس معه ولا يحمله، مع أنه يجد مكان إيه فارغ في السيارة، وهكذا. المقصد أن جاء الكلام على حقائق في الكون بطريقة قد يكون فيها قدر من التفصيل الذي لا يزعج الإنسان اللي ما يعرفوش، زي مراحل الحمل كما ذكرنا، مراحل تكون الجنين، التفصيل ده مجهول بالنسبة للناس، ومع ذلك هو خد ايه تلت او اربع جمل قصيرة جدا او في القرآن لا تزعج السامع بتفاصيل قد تكون بالنسبة له مملة، وتؤكد أن القرآن من عند الله، لأن لو حد حتى بيخمن عمر ما هيجي تخمينه إيه وفق هذا الترتيب الدقيق اللي الناس شافته بعينيها بعد كده. يبقى باب الإعجاز العلمي هو باب ضمنه الله في القرآن كنوع من كنوع من الأدلة التي تضم إلى قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن ضمن الاختلاف اللي من عند غير الله إنه مع تقدم الزمان يبان إن الأخبار، يقول لك الجيل ده لن ينقضي إلا عندما يحدث كذا وينقضي الجيل. العجب كن شيء بيذكر في خبر نشر على موقع البي بي سي، يقولوا رجل أمريكي ابنته أصيبت بالسكر فلم يعالج حتى ماتت، وبعدين حكم بالإهمال، فقال إن الكتاب المقدس بيقول ادعوا الرب ما تروحوش للأطباء، وعوقب بتهمة الإهمال ولم يتقرر عليه الحكم بعد، لكن ايه اثبتوا عليه التهمة انه اهمل اهمال ادى الى الموت. كنا بنقول يعني فين بقى الضجة اللي بتثار مع كل انحراف فردي من مسلم، والاسلام والغيبيات وكذا والفكر الغيبي والميتافيزيقا، ولا حد اتكلم ولا حد حتى شاف الراجل ده يقول له يعني يا اما انت فاهم الكتاب المقدس غلط فيفهموه الصح، يا اما هو فعلا الكتاب المقدس بتاعهم بيقول كده فيلغوه، ولا حاجه خالص، مع ان فعلا الراجل ده فاهم كتابهم صح، هو كده. يعني تتتبع الفكر الغيبي، الفكر الجبري التواكلي
في العهد القديم والعهد الجديد تلاقيه كبير جدا. فانا بنحاول نشوف يعني ايه حاجه كده تبرز الموقف ده، لان هو الكتاب كله من اوله لاخره كده. فكان الطف حاجه وقفنا عليها قصه شمشون ودليل. قصه شمشون ده راجل، امراه موجوده في العهد القديم، امراه يهوديه عاقر، جالها ملاك الرب قال لها انت يولد لك غلام مبارك يخلص بني اسرائيل من الفلسطينيين، وعلامه بركته انه لا يمس موسي راسه، شو سيبوله شعره كده. القضيه ان القصه واخده ثلاث اصحاحات ورا بعض، يعني كام ورقه في الاخر. اولها بيناقض اخرها، واللي بيكتب ما كلفش نفسه يعيد تصحيحها، يعمل اي حاجه. البشاره انه هيخلص بني اسرائيل، النهايه انه مات. بس بقى المخلص بني اسرائيل ده عمل ايه؟ لسبب او لاخر مغرم بالفلسطينيات. اتجوز واحده فلسطينيه، طب اتجوز من بني اسرائيل؟ قال لهم لا، اتجوز واحده فلسطينيه. حماه ضحك عليه بعد ما اتجوز، متكرره جدا دي، يعني بعد ما اتجوز وبنى بامراته حماه خدها اعطاها لواحد تاني وقال له خد اختها. راح هو جايب 300 ثعلب ورابطهم في بعض، كل واحد ديله في ديل التاني. 300 ثعلب، وحط مشعل في العقده بين كل ثعلبين واطلقهم على حقول الفلسطينيين حتى احرقتهم. وبعدين بعد كده عجبته امراه زانيه من الفلسطينيات برضه، فبات عندها، فاجتمعوا قالوا شمشون هنا حنا. فخرج في نص الليل وقلع باب خلع باب المدينه وخده على كتفه ومشى ومشى. ده مخلص بني. وبعدين عجبته دليله بقى، اتجوزها. فالفلسطينيين قالوا لها اعرف لنا سبب قوه شمشون. فتساله انت سبب قوتك ايه؟ هيقول لها انا لو ربطوني بسبع حبال مش هقدر افك نفسي. المشكله لازم يبقوا سبع حبال. يوم هو نايم تربطه بسبع حبال، هو نايم برضه. وبعدين تنادي عليه تقول له الحق الفلسطينيين على الباب. يقوم من النوم مفزوع يفك السبع حبال ويطلع. الطبيعي ان هو يعني ينزعج، هي كانت رابطاه ليه؟ لا ده هي اللي تزعل تقول له انت حكت عليا، انت قايل لي انك انت لو سبع حبال مش هتفك نفسك، اديك فكيت نفسك. يقول لها خلاص يا ستي مش سبع حبال، انا غلطان، دول سبع خصلات شعر. تقول تاني يوم تربطه بسبع خصلات شعر وتنادي عليه الفلسطينيين على الباب، يقوم يقطعهم ويطلع على الباب. تقول له لا مفيش حد على الباب، بس انت برضه ضحكت عليا تاني اهو. ده المفروض ان القصه دي وحي، كما ذكرنا قبل ذلك، وحي من الله الى احد انبيائه بيحكي له قصه حقيقيه حصلت في التاريخ، في تاريخ بني اسرائيل، للعظه والعبره. فالمفروض انها ابتداء قصه حقيقيه، ثانيا راحت نازله تاني في الايه؟ في الوحي، قصه شمشون المخلص الذي لم يخلص. وفي النهايه انا بس الاشاره انه ان دايما القضيه مرتبطه بمخلص فرد ذو قدره خارقه، هم مش هيعملوا حاجه. والمشكله ان المخلصين بيطلعوا ايه؟ يعني ما يعني حاجه كده، الراجل قعد يشتغل لحساب نفسه وفي الاخر ما خلص. ففين هو زهق كل مره، وراح قال لها السر الحقيقي ان قوته في شعره. وهي برضه لسبب او لاخر اقتنعت انه المره دي صادق، فجابت الفلسطينيين بجد. وهو نايم حلقت له شعره، وبعدين ايه؟ نادت على الفلسطينيين ياخدوه، خدوه بقى خلاص، صلبت قوته وخدوه. وعاملين محاكمه كبيره بقى في مكان ضخم. ولسبب او لاخر ايضا دعا الله انه يرد عليه قوته مره واحده بس، عشان يهد المعبد او البيت على اللي فيه، مسك العمودين بايده طبقهم على بعض، مات هو والفلسطينيين، وخلصت قصه شمشون. دي القصه دي الى يومنا هذا في هذا الكتاب اسمه الكتاب المقدس. والقصه دي بتقول ان دي قصه حقيقيه
أن الله عز وجل أرسل ملاك لهذه المرأة العاقر قال لها ابنك هيبقى مخلص لبني إسرائيل، ومع أنه طلع أولا تزوج من فلسطينيات وده حرام عنده، ثم زنى أو زواج وزنى ما فيش مشكلة، وفي الآخر ما خلصت ده انتحر وهد البيت عليه وعلى شوية فلسطينيين وخرصت. ولكن الخط العام ايه؟ التواكل التام. الفلسطينيين مش هيعملوا حاجة، اليهود مش هيعملوا حاجة، وهم مستعبدين هيستنوا المخلص، والمخلص ده هيجي بلا اي مؤهلات، انه مثلا مش قائد رجل مؤمن الى غيره. ناجي بقى عن العهد الجديد وقصص الشفاء المبالغ فيها واعطاء هذا الشفاء، لان عيسى عليه السلام ورثه للتلاميذ وهم يورثون لتلاميذهم. الراجل ده فاهم دينه كويس جدا، هم عايزين يواجهوه، مفروض يعترفوا ان هم اجرموا لما تركوا هذا الكلام بين ايدي الناس، كانوا زمان حايشينه عن العامة. اضطروا مجراة للمسلمين انهم ينشروه، فالراجل فهم الكلام زي ما مكتوب قدامه، زي ما هي رسالة من اول الكتاب لاخره، رسالة محددة في هذا الباب. المقصود هنا ان القصص اللي موجود في هذه الكتب فيه من انواع التناقض وانواع الاضطراب الى غير ذلك من هذه الامور. بالنسبة القرآن من عند الله، من أدلة كونه من عند الله انه لا يتناقض. احنا عندنا هنلاقي القصة الواحدة عندهم متناقضة، او يبقى فيها بشارة ويبقى في نفس الكتاب انها ختمت من غير ما البشارة دي ايه تحصل. يبقى في اعتماد على حقيقة علمية كانت سائدة، او على نظرية علمية كانت سائدة ثم تزول. في توقع ان عمر الارض مثلا 500 سنة وبعدين تطول عن كده وهكذا. فاذا الذي في القرآن إشارات علمية مفصلة نسبيا بالنسبة لزمن نزول القرآن، مما يؤكد أن لها حكمة هذا التفصيل النسبي لكي يكون أبلغ في الدلالة على المتأخرين. إن ما كانش حتى إلا لو افترضنا، وقلنا دايما احنا لما بنستدل على صدق القرآن بنكلم ناس معاندين مكذبين، بنقول له اللي عايز يكذب مش مضطر يورط نفسه في تفاصيل علمية هو ما كانش حد مطالبه بيها، ما حدش قال له قول لنا الجنين بيمر بمراحل ايه. طب لو هو انتوا هيقول لك واحد وورط نفسه، يقول ما طلعتش ورطة، ده 1500 سنة والحقائق بايه بتتأكد. هذا الباب الآن بالفعل احد الابواب التي يفتح الله بها قلوب أقوام كثيرين جدا. مما أغرى بعض الباحثين بالتوسع، ودي الآفة. الآفة أولا لأن ده هيبقى قول على الله بغير علم، ثانيا يؤدي إلى نتيجة عكسية، لأن بدأ يبقى في شغف بأن حتى النظريات يحاول أن يقول أنها موجودة في الإيه؟ في القرآن، فتطلع النظريات دي بعد كده خطأ. الأمر الآخر، البعض وكأنه صار ملتزم بأن القرآن كتاب علم، كتاب علوم دنيوية، فلقائل أن يقول فلماذا إذن غابت عنكم هذه العلوم حتى اكتشفت، ما دام أن القرآن كان دوره يقول لكم أن في كذا وفي كذا وفي كذا. لا، ده بنقول بالفعل الإشارات دي مش جاية عشان تقول لنا نعتمد عليها، وإن كان بعضها يمكن الاستفادة منه وبعضها فعلا استفيد منه. مثلا طب الامصال كان متقدم جدا عند المسلمين لانهم استفادوا من حديث الذباب، اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه فان في احد جانبيه داء وفي الاخر دواء، فبداوا يعرفوا ان الاشياء الناقله للامراض قد تحمل، لان احنا تاكدنا ان الذباب كده. طب والباقي جربوا، لقوا جربوا، والى الان
بيستخدم هذا يعني يستخرج من ذوات السموم وغيرها أنواع من العلاج للأمراض اللي هي بتسببها. لكن مش هو ده الأصل. والإشارات دي جاءت بحيث أنها عندما تكتشف يكون هذا تأكيد على أن هذا القرآن من عند الله. تكتشف بعد سنة من نزول القرآن، بعد 10، بعد 100، بعد 1000، إلى ما شاء الله. مستحيل يكون رجل يكذب ويراعي ده اللي بيجي يكذب، ما بيعرفش يراعي، زي ما شفنا كده قصة موجودة في كتاب واحد وأولها إن ده مخلص وآخرها إنه مات، والراجل الكاتب مستعجل أو أعماه الله، فاللي بيجي يكذب بيقع سقطات شنيعة جدا في أمور متاحة قدامه. ما هيك تبقى أمور في علم الغيب لم يعرفها القوم بعد. وبالتالي احنا لما نيجي ننظر في الإعجاز العلمي للقرآن يكفينا مثال واحد، فمش لازم نستكثر من الأمثلة. ولا نلوي عنق الآية، الآية القرآن مبين، فلا بد ان السلف كانوا فاهمينه. فمن ضمن الشروط ألا نخرج بتفسير الآية عن التفسير الذي فهمه السلف، ولكن قد يكون الأمر في تعليل هذا التفسير أو في لوازم هذا التفسير، كما قلنا مثلا في قوله تعالى من يشاء الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، وما يشاء أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هي الآية كده معناها واضح، ضرب المثال ضيق صدر الكافر بضيق صدر الذي يصعد إلى أعلى. الآية ما قالتش ليه، وبالتالي لو حد من السلف تبرع بالتعليل، التعليل ده مش من الآية، يقول إن اللي بيحاول يعمل حاجة صعبة مش قادر عليها، وده جزء من المعنى ما نقدرش ننكره. ولكن لا، دلوقتي قال لك اللي بيطلع بيقل الأكسجين، فالصعود إلى أعلى يساوي ضيق في الصدر، يبقى دي إشارة دون التصرف في معنى الآية كما ورد. ولأن احنا مش غرضنا ان احنا نستوفي هذه العلوم، ولا نزعم ان القرآن علمنا هذه العلوم. لذلك بعض الملاحدة يقول لك هو طب لما انتوا بتقولوا القرآن سبق العلم الحديث، طب ليه القرآن لم يخبر ان كان فيه ديناصورات وانقرضت؟ هو القرآن كتاب في علم الأحياء بيحكي لك ده وده وده وجد امتى ونحو ذلك. القرآن أشار إشارات كما ذكرنا، ليس الغرض منها استفاء هذه العلوم. ليه؟ لأن العلوم ديت من جملة السير في الأرض الذي يترك للمؤمن والكافر. القرآن بيهتم بالإنسان، الإنسان ذاته، عقيدته وعبادته ومعاملته ونحو ذلك. يبقى عندنا نقدر نقول إن أبرز الأمثلة إطلاقا في هذا الباب مراحل خلق الإنسان، ويكفي جدا في الباب ده إن احنا نقولها. أولا بيان إن الإنسان بيكون من الرجل والمرأة، في قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. وصف النطفة بأنها أمشاج أي خليط، وده اختلاط الحيوان المنوي بالبويض. ثم ذكر المراحل اللي الآن بيصوروها بالأشعة التلفزيونية وغيرها، يلاقوا إن تماما كما في القرآن، كما في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ده خلق الإنسان الأول. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ده خلق ما سوى الإنسان الأول. ثم خلقنا النطفة علقة،
العجيب الشيخ عبد المجيد الزنداني من الناس المهتمين بالإعجاز العلمي، وكان له دور كبير. يعني الآية دي بالذات كانت أحد الأمور اللي هو مهتم بها جدا، وإن كان برضو لا يخلو من بعض التوسع. ونفس الحال ينطبق على الدكتور زغلول النجار، لا يخلو كلامه من بعض التوسع في محاولة إثبات أن هذه الآية فيها هذه الحقيقة. الشاهد أن الشيخ عبد المجيد الزنداني بيقول أنه يعني مع بعض الأطباء بدأوا يشوفوا الاصطلاح العلمي اللي حطوه لمراحل تكوين الجنين باللغة الإنجليزية، وأدق ترجمة ممكن تكون له في العربي، فوجدوا هي الألفاظ القرآنية، حيث حدوث مسألة التخصيب، وإن حيوان منوي يخترق بويضة. ده أولا لفظ العلق بدأ هنا يتناسب مع اللي بيحصل، علوق حيوان منوي بإيه؟ ببويضة. ده من جهة، ومن جهة تانية الشكل بعد هذه العملية من الامتزاج بيبقى زي اليرقات بتاعة الحشرات اللي بتبقى معلقة فيه، فكأن إيه؟ ده وصف الإيه؟ العلقة. يقول ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، يصوروها يلاقوها فعلا مثل قطعة من اللحم الممضوغ. طبعا هذه الدقة المتناهية دلوقتي، يعني هي دي شيء صغير جدا، لو حصل سقط ما بيتشافش، ما يتشافش غير بالأشعة وتتكبر وتلاقيها كأنها قطعة لحم مضغة. فلما يجي التعريف التعبير القرآني مضغة، وتلاقيها فعلا لو حد شاف الفيديو دوت هلاقيها فعلا كأن في أثر أسنان منطبقة على قطعة لحم. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق. هذا المثال من الأقوى الأمثلة كما ذكر. أيضا من جملة الأمثلة ما ذكرناه من تشبيه الصاعد في السماء بتشبيه من يضيق صدره بمن يصعد في السماء، وهذا من المشاهد المعلوم الآن. أيضا من هذه الأمور وصف حال البحر عند تلاطم الأمواج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر وكان في بيئة صحراوية، وفي هذا الوقت أصلا لم يكن هناك تقدم بحري بهذه الدرجة. ففي قوله تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له. هذا الكلام لو البعض بيحمله على الوصف الظاهري لأحوال الموج المتلاطم من فوق السحاب، وبيقول ان الوصف الدقيق ده لا يمكن انه يقوله الا انسان راكب البحر، والبعض يقول لا ده الامر اكتر من كده، وان الموج الذي من فوقه موج، انهم وجدوا البحر عبارة عن طبقات من الامواج، وان في امواج سفلية وامواج علوية، ولا يبعد أن تكون الآية تشير إلى هذا المعنى، لا سيما أنها تكلمت عن موج من فوقه موج ولم تبين حال هذا الموج، هل النوعين من النوع الحسي كما وجدوا الآن، ولا أنه
هذا نوع من المبالغة، أو أحدهما حسي والآخر معنوي، فالبعض بيحملها على صورة وجدت الآن أو علمت أو شوهدت من وجود الأمواج المتلاطمة، وإنها بتكون طبقات في البحر. من الأمثلة على ذلك قضية تكوين السحاب، في مثل قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. هذا الوصف الدقيق أيضا كان يعجز عنه الإنسان اللي هو غاية ما هنالك شايف سحاب بينزل منه مطر، لكن هنا تأكيد أن الريح هي التي تحرك السحاب، وبالفعل وجد ذلك، وأن السحاب بيبقى في أصله قبل ما يبقى مشاهد بهذا الأمر بهذه الصورة بيبقى متفرق والرياح بتجمعه، ولما بتجمعه بيبقى سحابة كبيرة يمكن أن تمطر. يبقى هو في الأول السحاب ثم يتكون إلى قطع الكسف، قطع المشاهدة والكتل المشاهبة من الايه؟ من السحاب. وهذا الأمر كان لا يعلم الناس عنه شيء في ذلك الوقت، وغاية ما هنالك أن يروا سحاب يمطر ماء وفقط. يقولوا أنه كان يعني هذا مما يحير الناس آنذاك. أيضا من ضمن الأشياء أن القرآن يتضمن إشارات كثيرة جدا في علم الفلك. البعض بيقول أن القرآن فيه أن الأرض كروية، وده موجود في أشياء كثيرة، موجود في قوله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وقوله: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وقوله: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. كل دي أشياء بتدل أن الليل والنهار في حلقة، وإن أحدهما متداخل إيه في الآخر، وإن لا الليل سابق النهار ولا النهار سابق لليل، وإن المشارق متعددة والمغارب متعددة. كل ده لا تفسير له إلا أن الأرض إيه؟ كروية. يقول لك: طب ما انت عندكم في القرآن أن الأرض منبسطة. يعني كل ما ورد من ذلك وارد في مقام الامتنان على الناس بأن الله بسط لهم الإيه؟ الأرض. وهل الأرض غير منبسطة؟ منبسطة، بحيث أن الناس تعرف تمشي عليها، تعرف تبني عليها، لأنها منبسطة، ولأن الكورة الكبيرة ده، أنت لو جبت كورة صناعية وخدت منها قطعة صغيرة تقدر تقربها أنها بقت مستطيل، لو جبت دايرة كبيرة وخدت منها قطعة هتبص تلاقي خدت المستقيم والكيرف المنحني اللي فوق منه كما لو كان منطبقين. فيبقى إذا كبر نصف قطر الدائرة ومثلها الكرة يمكن أن تقرب أي قطع دائري إلى أنه خط إيه؟ والله تبارك وتعالى خلق حجم الكرة بحيث أن المساحة التي يدركها الإنسان يشعر معها أن الأرض منبسطة، يبني بيته ويتحرك ويزرع ويجري ويسافر من بلد لبلد ولا يشعر أبدا بالكروية، وإلا لا تستقيم حياته.
مع اتساع المسافة، يبقى إذن الإحساس بالكرة تلاشى تماما بالنسبة للإنسان وهو على ظهر الإيه؟ الأرض، ولا يشعر بها إلا منبسط بسط الله تبارك وتعالى للعباد في ذلك. فإذن القرآن، وحكى شيخ الإسلام تيمية الإجماع على كروية الأرض، حكى الإجماع على كروية الأرض، مما يدل أن العلماء استفادوها من مجموع هذه الأدلة. البعض بيستدل بقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، وهذا يعني بيقولوا لا، ده المسألة القرآن مش مجرد قال إن الـ إن الـ إن الأرض كروية، ده قال إنها كروية غير كاملة الاستدارة، حيث شبهها بالدحو بالبيض. وهذا الكلام هو الله تعالى يقول والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، فهو ده معنى دحاها، يبقى معناها بسطها، عكس مهدها وبسطها لكي يخرج منها الماء والإيه والمرعى. ولو هي مش منبسطة، لو هي كروية يعني الجزء اللي انت عايش عليه كروي بالنسبة لك بحيث تشعر انه كروي، لا يستقر لا ماء ولا يستقر معيشة. فالأرض دحيت أي بسطت لكي يستقر فيها الماء والمرعى، وهذا هو الأقرب، وإن كان ماذا للأمر في قدر من الاحتمال، لأنه في لغة العرب هو في لغة درجة بيقولوا على البيضة الدحية، وهذا ليس فصيح، ولكن هناك في اللغة الفصحى الدحو، وإذا ممكن يشتق منه هذه العبارة. وبالتالي أنا نبعد عن أي شيء محتمل، لأن كما ذكرنا القرآن ليس كتاب علمي، ولكن هذه إشارات أودعها الله تبارك وتعالى في القرآن، بحيث أنه متى اكتشفها الإنسان صارت أحد الأدلة على أنه من عند الله تبارك وتعالى. فالبعض يجعل قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها دليل ليس فقط على الإخبار عن كروية الأرض، ولكن عن الإخبار على أنها غير كاملة الاستدارة، وهذا الأمر فيه قدر من الاحتمال مع قدر من النظر أيضا، لأنه قد يكون الأقرب إلى معنى الآية أنها تتكلم عن بسط الأرض. وكما ذكرنا إن هذا أمر مشاهد أن الأرض منبسطة، ولأن الجزء الكبير الجزء الصغير من كرة كبيرة يمكن اعتباره مستوي، والبقعة اللي الإنسان بيعيش عليها بيشعر باستوائها ولا كاد يشعر بشيء من هذه الاستدارة التي لو كانت محسوسة لأفسدت عليه حياته. أيضا غير الإشارة إلى اللي خالف لأن لم يبلغه الإجماع، بمعنى أن الشيخ الإسلام نقل الإجماع على كروية الأرض وكروية الأجرام عموما السماوات وغيرها في ثنايا بعض مناقشاته التي ربما لم يطلع عليها البعض، أو اطلعوا وقالوا إنما يقصد إجماع الفلكيين، وإن ما دام عندنا أدلة إن الأرض منبسطة يبقى نقول شيخ الإسلام حبيبنا لأنه الحق أحب إلينا. وإن كان هذا الذي من كان من أهل العلم ممن توهم
ان هناك في القرآن أدلة على ان الارض غير كروية، هو الذي اخطأ الفهم في المسألة، وان انبساط الارض لا ينافي كرويتها، لان الكلام انما هو على ما يعيش الانسان عليه من بقاع محسوسة فيجدها ممهدة ميسرة لان يعيش عليها ويستقر عليها الى غير ذلك، مع وجود الأدلة التي تدل على كروية الأرض. ودي أهم النقاط الفارقة بين الإسلام وبين هذه الأديان، بمعنى أن الإسلام العصمة فيه للكتاب والسنة، وقول يعني كل بعد ذلك يؤخذ من قوله ويترك، وبينما هم ما بين قائل بعصمة من يسمونهم رجال الدين وما بين من لا يقول بالعصمة ولكنه يطبق لا يستطيع أن يرد قول، بالإضافة إلى أن هؤلاء أنفسهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله، ومع ذلك تجدهم عندما يجدون أي سقطة لعالم يحاولون أن يتمسكوا بها وأن يحاكموا الإسلام إليها، لأنهم يشعرون بالحاجة إلى أن يحققوا أي قدر من الانتصار المعنوي في أي مناظرة. في الواقع إن الأدلة في القرآن واضحة، وكلام شيخ الإسلام تيمية كلام قديم موجود في زمنه ثابت بنقل الإجماع على ذلك، بل الإشارات التي في القرآن بتتخطى قضية الكروية إلى الإشارة أيضا إلى مسألة دوران الأرض حول نفسها، في لأن لا يتأتى تعدد المشارق والمغارب إلا بذلك، وكما يقول البعض أن هذا أن هناك إشارة، وهي بالفعل إشارة قوية في قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فقالوا إن مرور إن هذا لا يكون إلا بأن الأرض كلها إيه بتمر، وإلا فالجبال بالفعل بالنسبة للأرض جامدة، بل ان هو من مواطن ايضا الاشارات العلميه القويه في القران الواضحه جدا، بقى مش محتاجه اي تكلف، مساله دور الجبال في تثبيت الارض. قال والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، وابلغ من ذلك قوله والجبال اوتادا، لانه لما صوروا طبقات الارض وجدوا ان الجبل لما تشوفه بقى متصور كامل تلاقيه كالوتد، لما تيجي كده تثبت خيمة او حاجة بيدق وتد ويخلي تلتينه في الارض وتلته هو اللي باين عشان ده وتد، لو شفت صورة الجبل هتلاقيه تماما، كل جبل له اصل في الايه في الارض كالوتد تماما. فاذا وصف الوتد يعني ممكن يقول ايه والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، اي انسان يتامل في ان الجبال دي تقيله يقول دي هتعمل ايه، مع ان هذا لا يتصور، لان دي مجرد لا يمكن تصور ان الجبال ان الارض ان الجبال لها دور في تثبيت الارض الا لما تكون عارف ان الارض عباره عن قشره ارضيه بتنزلق على وهذا ما قاله ايضا البعض في انه في اشاره، وهي أشارة أيضا قوية في قوله تعالى والأرض ذات الصدع، إنها التركيب اللي هم الآن بيصوروه من أن الأرض قائمة على هذه الألواح وإنها محتاجة تثبيت وإلا من القشرة الأرضية بتنزلق، فالأرض القشرة الأرضية محتاجة تتثبت فالجبال أوتاد، فيأتي الإشارة متفرقة. احنا قلنا عموما أن من ضمن ما يزداد به إعجاز القرآن إعجازا أنه نزل مفرق على أكثر من 20 سنة،
وتاني احنا بنقول احنا بنكلم الناس عشان نقول اما ان القرآن من عند الله، واما انه كما يزعمون افتراه محمد صلى الله عليه وسلم حاشاه عن ذلك. طب هو على مدى 20 سنة مرة قال والارض ذات الصدر، ومرة قال رواسي ان تميد بكم، ومرة قال والجبال اوتادا، وبعد كده يطلع الكلام ده كله بيكمل بعضه والناس تشوفه بعد 1400 سنة ولا 1300 سنة وقت ما صوروا الكلام ده. يعني هذا يعني كيف يمكن لعاقل ان يقول حد بيكذب وبيألف تأليف يطلع متفق ومؤتلف يصدق بعضه بعضا، مع انه مش في ساعة ولا اتنين، ده على مدار 20 سنة، ثم يطلع الكلام ده كله موافق لواقع موجود فعلا في الارض لكن ما كانش حد شايفه ولا كان حد عارفه. فاذا القضية ان الجبال لا يمكن لاحد تصور. انت لما تيجي تعالى كده اعمل كورة مصمطة من خشب واعمل عليها بروز، تقول ايه البروز ده، ايه فايدته؟ او جيب منطقة مستطيلة، لو ان الناس كانت متصورة زمان ان الارض منبسطة، وحط عليها شوية اعمدة، او ايه فايدتها؟ ولا فايدة. لا يمكن حد يقول ان الجبال اوتاد الا لما يكون عارف ان في شيء بينزلق على شيء، عايز ايه؟ شيء كالمسمار يثبته، وبعدين يأكد كده انه لولا هذه الرواسي لمادت الارض واضطربت. شوف تميد ده التعبير اللي فعلا يمكن تصوره لو تركت القشرة الارضية حرة الحركة على القضبان التي هي عليه من الصدع الذي تحتها. فإذا الوصف الجيولوجي مع انه اشارات يسيرة جدا، وهذا هو لفظ الآية تماما، يعني هذا هو لفظ الآية، مفهوش جديد، إلا أنه بيتأكد أنه لما الناس بتشوف أنه بالفعل ده وتد تلتينه تحت وتلته فوق ومثبت القشرة الأرضية، هو وتد كشكل، وتد كوظيفة، وبالفعل غيابه يخلي الأرض تميد، وتعليل كده أن الأرض دي ذات صدع في باطنها، وده لا يمنع ان الارض ان القشرة الارضية نفسها بتتصدع. يعني يمكن حمل الآية على هذا وعلى ذاك. فاذا الاشارات الكونية اللي فيها اشارة الى كروية الارض، اشارة الى دوران الارض حوالين نفسها، اشارة والاشارات الجيولوجية في تركيب الارض والجبال ودور الجبال، والكلام عن البحار والأنهار، والبرزخ والحجر المحجور، كما قال تعالى وجعلنا بينهما برزخا وحجرا محجورا، بين الماء العذب والماء المالح، ده أيضا من الأمور المشاهدة تماما. يعني ربما زمان يعني رغم أن المية العذبة تبقى عذبة والمالحة مالحة، كان في قناعة ان بيحصل انتقال، وكان العلم بيقول تصورهم انه بيحصل اختلاط ولكن لا يظهر اثره، لان المية المالحة اللي انتقلت من الماء المالح للماء العذب بقت قليلة بالنسبة للماء العذب، والعكس بالعكس. فوجدوا ان هذا ان بيحصل برزخ منطقة وسط. لو حد شاف القناطر، القناطر بتبقى حاجزة مية تخلي في ارتفاع قبلها عشان المية ما تضيعش، تبقى الارتفاع ايه؟ عالي، يحس كأنه بيستخدم مجرى النهر نفسه كخزان، وما بعده بيسيب الحد الأدنى اللي يحافظ على جريان النهر. فعشان حركة الملاحة البحرية تتم لازم يعمل برزخ، بوابتين مش واحدة، عشان اللي جاي كده من الارتفاع المنخفض يدخلوا البرزخ ده وهو منخفض،
وبعدين يعلي منسوب المية فيه لغاية ما يبقى بعلو المرتفع، وبعدين يفتح له الايه البوابة التانية والعكس. فالبرزخ ده دوره ايه؟ يظبط الارتفاع بين ده فيما يشبه ذلك من حيث الملوحة والعذوبة، خلقه الله في الماء. يراقبوا بقى العلماء وهم ان هنا بيحصل منطقة يتم فيها اعادة تخليط المياه، بحيث ان لازم اللي يمر منها كده يبقى بنفس درجة العذوبة او الملوحة اللي هو رايح لها، واللي يمر الناحية التانية يكون بنفس درجة، يبقى في كميات مياه بتعبر حسب التدفق، يحصل عبور لكميات من المياه لكن بصفات المكان اللي هي رايحة. يبقى ادق تعبير عن الامر ده تقول ايه؟ برزخ. بين الاثنين بيعيد تخليط الايه؟ هذه الامور كلها التعبير القرآني راعى ان التعبير يكون يسير، لا يعقد على الانسان اللي وقت ما نزل عليه القرآن ما كانش يعرف الكلام ده وغير معني بمعرفته، وهذه المعرفة لا تفيده كثيرا لان القرآن نزل يعلمه العقيدة والعبادة والمعاملة اللي هي الامور التي تعنى بالانسان من حيث كونه انسان. ولكن جاءت هذه الاشارات كما ذكرنا تلاقي تفصيل متعمد نسبيا، مراحل خلق الجنين، نطفة، علقة، مضغة، ان مش القضية ارشاد الناس الى التأمل في ان الماء المالح والماء العذب جنب بعض، لا معها حتة تفصيل زيادة شوية ان بينهما برزخا وحجرا محجورا. التفصيل اليسير ده ليطابق رؤية واقعية تظهر في زمان متأخر، تكون تأكيد ونفي قاطع للاحتمال اللي ممكن حد ينظر إليه أو يتشكك فيه أن القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه اللي هيكذب ما يقدرش يكذب. ويراعي كل ذلك ويبقى على مدار 20 سنة يقول كلام يصدق بعضه بعضا، دي في حد ذاتها مستحيل، وبعدين يقول أخبار مستقبلية تحصل، وبعدين كمان يخبر عن أشياء كان في زمنه كل الناس لا ترى إلا قدر معين، فتبقى فيه يصف القرآن هذا الذي يراه كل الناس بإضافة تفصيل يسير، وبعدين تلاقي التفصيل. طب ليه مش تفصيل كامل؟ لأن ده يخرج القرآن عن موضوعه، ولأن القرآن مش جاي يعلم الناس الطب ولا الفلك ولا كل ذلك، وإنما دي إشارات يسيرة تفضل موجودة لكي يظل الحجة قائمة على العباد. طب اللي مش فاهم النظم والبلاغة والروعة الأخاذة اللي احنا اتكلمنا عليها، طب يفهم على الأقل التشريعات، الحكمة من تحريم الخمر، الحكمة من تحريم الخنزير، وقلنا حتى الحكمة دي نفسها كان في وقت من الأوقات بيقول لك يأكل الجيف، وبعدين دلوقتي بنقول ايه؟ انفلونزا الخنازير. يعني الامر بيبقى اعمق واعمق وهكذا. طب اللي كان زمان لك الربا ظلم، هو ظلم بلا شك، لكن لما نيجي نقول ان كان ممكن يحصل انهيار في العالم كله، بل في انهيار حقيقي وملايين البشر بتدفع الثمن نتيجة عمليات ربوية متراكمة، يبان قد ايه الربا ضرر وخطر. طيب يبقى ان اللي عايز يتامل في النظم تبقى ادي النظم، لا ما اعرفش لغه العرب ومش مصدق اللي انتوا بتقولوه، ان نظمه لم ياتي البشر بمثل. طب تشريعاته، طب ادي كمان، طيب اخباره، في يمكن انسان يالف اخبار تيجي بالضبط؟ طب ما تشوف التوراه والانجيل والاخبار اللي ده نقول الخبر اللي أوله ينقض آخره، يولد شمشون المخلص يموت شمشون، وما لا خلص وكثير من ذلك. طب وأيضا باب آخر من
أبواب الحجج التي أودع الله تبارك وتعالى في كتابه على الخلق ما ضمنته، ما ورد من هذه الإشارات في بعض هذه الآيات لبعض الحقائق العلمية التي لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واحدة منها بس كفاية، وبالتالي احنا بنقول للناس اللي بتحاول ترهق نفسها تستخرج معاني علمية من آيات ليست موجودة فيها، هذا ليس من الأدب مع القرآن، وهذا من القول على الله بغير علم، وهذا يضر ولا ينفع. يكفي الإشارات الواضحة جدا، ومن أراد الله له الهداية وكان ينظر للأمر بقلب منفتح ينفعه ذلك، والمصر على العمى لن ينفعه ذلك ولا أضعاف أضعافه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.